يا هلا ومسهلا وحياكم الله في وش بخاطرك. مرحبا بكم في الحلقة 10 من هذا البرنامج اللي استمتعت معكم فيه وسولفنا في مواضيع كثير وعرفت وش في خواطركم وعرفتوا وش في خواطرنا. اليوم موضوع صراحة يعني شوي مؤلم صراحة، ولكن لازم نسولف فيه ونناقشه ونعطيه حقه. اليوم راح نتكلم عن الظلم. الظلم اللي ما يقوى عليه إلا واحد متجرد صراحة من الإنسانية، لأن الإنسان اللي يرضى على الناس شقاء أو هم أو جرح أو تعاسة عن طريق الظلم هو مو بإنسان. فراح نسولف احنا وياكم في هذا الموضوع اللي هو الظلم، سواء ظلم الناس أو ظلم نفسك، وهذا يعني ظلم قاسي جدا جدا جدا، أو حتى من خلال إساءة الظن في الناس، وهذا برضه الظلم يعني كبير وواضح. في هذا الموضوع راح نسولف ونسمع وش في خواطركم. تقدرون تشوفونا على لايف في تويتر على MBC FM، وأيضا من خلال تطبيق MBC Radios، وأيضا في شاهد. أستقبل اتصالاتكم على 011-268-4488. تنويه بسيط يا جماعة، إذا اتصل حد منكم نبغى يعني تجربة صارت لك في هذا الموضوع، يا قصة يا موقف، ونبي تعليقك أكيد، لأن البعض يعني يحب أن يعلق بدون ما يذكر موقف، وحنا حريصين على المواقف عشان نستفيد منها، لأن التجربة من خلال الموقف تعطيك درس كبير، وهذه أكبر مدرسة ممكن تتعلم منها اللي هي التجارب. فحنا حريصين نسمع تجاربكم ونسمع وش في خواطركم. بنطلع جاهز اتصالات على طول، ما شاء الله تبارك الله. زين، خلونا بس نسولف قبل الاتصال ونتكلم عن الظلم يا جماعة من كل جوانبه. لا تقول لأي ظالم أنت ظلمتني، لأن القدر راح يقولها بطريقتها، الأيام دوارة لا تستعجل. ولكن أيضا احرص قد ما تقدر أنك ما تظلم ولا حد، عمرك حياتك لا تظلم حد أو تشارك في ظلم حد، أو ترضى وانت تشوف قدامك حد ينظلم وانت تقدر تسوي شيء، لأنك كذا انت تعتبر مشارك. أذكركم بالرقم مرة ثانية يا جماعة، 011-268-4488. نطلع فاصل ونرجع لكم. يا هلا ومسهلا وحياكم من جديد في وش بخاطرك. ما بين سوء الفهم وسوء الظن وسوء التصرف تختفي أعمق العلاقات. يا أخي يكفيك من الدنيا أنك تحط راسك على مخدتك وما في أحد قد اشتكى منك وما قد كسرت قلب أحد. دافع عن المظلومين، خذ بيدينهم، تفقد أحوالهم، طيب خواطرهم، يمكن بفعلك هذا تقدر تمتلك قلوبهم. يعني هذا النبل اللي نتكلم عنه في مرحلة أقل، أنك لا تظلم، خليك إنسان عادي بس لا تظلم أحد. معانا مشاعل. يا هلا يا مشاعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. مبدئيا أبي أشكرك وأشكر القناة على هالبرنامج اللي أكثر من رائع. حياك. الحلقات الماضية والله فعلا أتابعها مشاهدة فقط، وفي الحلقة هذه شدني الموضوع إلا أشارك. سمي يا مشاعل، أكيد صاير لك قصة. لا والله الحمد لله، بس الحمد لله يعني القصص يعني أيام الصغار صير القصص يعني شبه للظلم، ما هو بالظلم بس شبه للظلم، يعني يكون مظلومين خصوصا أيام الدراسة و... طيب الحمد مشاعل لله يعني. هلا والله. بس عليك الحين اللي يظلم الناس وهو ما يدري، إيه. وش تقولي له؟ والله اللي يظلم الناس ما يوكل وهو ما يدري، يعني ما يدري عن ظلمه. أي يشوف إنها فطانة، يشوف إنها ذكاء، يشوف إنها يعني بطولة، إني أنا ممكن أخذ شيء بطريقة نظامية وغير نظامية، بقوة بظلمة، المهم إني أخذها. فهو يشوف إنها بطولة مو بظلم، ويشوف إنها فطانة، إن دهاء. أعوذ بالله من ذي الأشكال يعني. ونقوله يعني مهما سويت ومهما يعني
اعتبرت نفسك يعني ذكي وبطولة بالأشياء، فوقك واحد ما يخلي حقوق الناس مهما يعني سويت. يا سلام عليك. والناس حتى حب الناس وسمعتك عند الناس يعني بتروح، الناس الحين تسعى لحب الناس ان الناس تحبها. صديقتي شكرا للمشاعل، يعطيها العافية. على مر التاريخ يا جماعة والعصور ما يدوم أي ظالم، كل من تجبر على الناس انتهى بنهاية مأساوية، حتى اللي سعى بالتفريق ما بين الناس اللي يحبون بعض. معانا حسن عبد العزيز. مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. هلا أبو عزة. أبو محمد. يا هلا. حياك. يا هلا فيك. ما شاء الله عليك، يعني جيب الجروح وجيب الدواء معه. لا حنا نسولف بس أبو محمد. لا ما شاء الله طرحك جدا غني. على راسي يعني ومفيد كمان. على راسي طال عمرك. قول تجربتك أبو محمد. والله هي تبون أنت تظلم في الحياة ولا تظلم في الحب ولا وش؟ اللي بخاطرك. والله شوف أنا رأيي يعني الظلم في الحب يعني ما هو ظلم يكون يعني يا ظروف يا عكس أطباع يا يعني نصيب، يعني ما حد يحب أحد يقصد يظلمه إذا كان حب حقيقي، عرف. لكن بعض الأحيان يكون يعني شرها في المحبة الزيادة، شرها في الشر الزيادة، يسمون ظلم المحبين، لكن ما هو ظلم. أنت تشوف ظلم المحبين جائز يعني إذا كان يعني حب حقيقي، فهو يعني شوي اختلاف أطباع زي حياة، يعني أنت عارف الإنسان يتأثر فيه كل شيء، أطباع اختلاف زي كذا يعني صعب، علاقة معقدة إذا صديقت. كان حب يعني، لكن ظلم الحياة ممكن يكون ظلم في الحب لما يكون طرف سيء مثلا. صحيح كان أتكلم عن الظلم اللي يغنون فيه هذا شوي ما هو حقيقي شوي. سلمت يا أبو محمد. يا جماعة عالم الحب ودائرته معقدة جدا صراحة، فخلوها بعيدة عنا شوي الحين. خلونا في الظلم. حافظ على قلوب اللي تحبهم وأحسن لهم، لا تفرح بيوم حزنهم ولا تحزن بساعة فرحهم، خليك عادل معهم، لا تصير أنت والدنيا عليهم. جبر الخواطر يا جماعة علاج لكل كسر وعلاج لكل جرح، والظلم هو كسر لكل شيء صالح وهو جرح لكل شيء طيب. في هاشتاج وش بخاطرك مع راجح، ريهام تقول لا تستهين بقدرة إنسان مظلوم، يمكن بدعوة يجعلك أضعف إنسان. والهنوف العبد الله تقول كن محسنا وإن لم تستطع فلا تكن مؤذيا، لا تقهر لا تظلم، واحذر أن يشتكيك أحد إلى الله. في مقولة نيلسون يقول أن المرء قد يصل في لحظة معينة إلى الإيمان بأن مصدر الظلم لم يعد في الخارج بل في داخله هو نفسه. يعني ممكن واحد أنه يظلم نفسه بنفسه. لا تظلم نفسك بمقارنتك مع الأشخاص، لا تحاول أنك تحط نفسك في حياة الآخرين وتضيع عليك المتعب حياتك، عيش مغامرتك الخاصة. من ظلم النفس أنك تعلل سبب عدم وصولك وأن الحياة ما هي منصفة. المشكلة أنت ما فهمت حياتك كيف عيشها عشان توصل لمبتغاك، عيشها كما ترى. بنطلع فاصل وبعد الفاصل راجعي لكم وذكركم برقم الاتصال 011-268-4488. رجعنا لكم من جديد في وش بخاطرك. الهاشتاج وش بخاطرك مع راجع 10 تقول الماسة ظلم النفس من أقسى أنواع الظلم، وكثيرين يكرهون ذواتهم لدرجة ظلم أنفسهم بأنواع كثيرة من الظلم، وللأسف هم بأنفسهم اللي سمحوا بذلك. ريما تقول احذر ثم احذر الظلم، والله ثم والله دعوة من مظلوم ستنهي حياتك ومستقبلك. طبعا زميلنا أحمد داود المعد اليوم تعبان ما جاء، فحاطل التغريدة هذه يقول هذا السؤال لازم تسأله، اللي هو وفا تقول في الهاشتاج هل نظلم أنفسنا حينما نجعلها تصمت عن الكثير من مشاعرنا؟ يعني وفا تشوف أن أنت يوم ما تبوح بمشاعرك فهذا أكبر ظلم لمشاعرك. يا جماعة الخير، أن تقبل بأي شيء وتشوف أنك ما تستاهل الأفضل وأنه زين أنك حصلت هذا الشيء، هذا هو الظلم. حب النفس هو أهم شيء. إذا حبيت نفسك وعرفت قيمتك
راح تعزها وراح تحطها في المكان اللي تستاهله. وإذا ما حبيتها راح تسمح للي يسوى واللي ما يسوى أن يأثر عليك، وتعطيه أهمية أكبر من حجمه لدرجة أنك تقلل من قيمتك، وهذا ظلم لنفسك. بتظلم نفسك إذا سويت حاجة وانت عارف وقتها أنها راح تأذيك ومع ذلك تسويها. بتظلم نفسك إذا عشمتها بحاجات عمرها ما راح تكون لها. عشان كذا خليك منطقي. بنطلع فاصل وراجعين لكم مع وريد الشامي. والبحرين بخير، ما ندري نقول كل عام السعودية بخير ولا كل عام البحرين بخير، إنما هي بلدنا الثاني، يا رب تحفظها وديم عليها الأمن والأمان حكومة وشعبا. نقول لكم كل عام وانتم بخير يا بلدنا الثاني. هلا ومسهلا، حياكم الله. في الهاشتاج أشوف كثير من الناس راحوا إلى ظلم النفس. ما أعرف هل ظلم النفس يعني إلى الدرجة هذه مؤثر على الناس ولا وش السالفة. مزنة تقول لا تظلم نفسك بالمقارنة مع الآخرين، فلا توجد معايير ثابتة. نختلف بالتفكير، بالظروف، بالرسالة وبالأسلوب. لذلك كن أنت وافخر بنفسك، ولا تدع نظرة الآخرين تؤثر على مقدار الشعور الذي تعيشه أنت. زينب تقول الظلم جدا مؤلم، خاصة إذا كان جاء من الأخوة. خلونا نوقف شوي هنا. إذا جاء من الأخوة من الأهل، شلون واحد المفترض أنه مصدر قوة لأهله ولأخته يتحول إلى ظالم؟ شلون الرجل قوي بطبيعة اللي خلقها ربي فيه، فالمفترض أنك تكون سند، تكون عون، تكون عزوة لأختك لأمك لأهلك، ما تكون ظالم. يعني أنت مفترض ما تكون مقصر أصلا أنك تكون عزوة، فكيف توصل مرحلة أنك ظالم؟ أقول لكم بعض الناس كيف يوصل مرحلة أنه ظالم. بعض الناس اللي هم يعني اسمحوا لي على التسمية، اللي هم عبيد العادات السيئة، عبيد العادات والتقاليد اللي صنعها بشر زيهم، ولكن هم عبيد لهذه العادات لأنه يرى أنه عيب. ينظر للعيب أكثر من نظرته للحرام، يرى أن العيب مصيبة أكثر من الحلال والحرام، كله فقط عشان يقولون هذا الرجال ونعم هذا ما ضيع عاداته وتقاليده. احنا ما نقول لا تضيعها، العادات والتقاليد الطيبة لا تضيعها، لكن العادات والتقاليد اللي ما تمشي لا مع دين ولا مع عقل، ايش تبي فيها يا اخي؟ انت انسان بتعيش مرة واحدة، عيش الحياة كما ترى. الله سبحانه وتعالى حط لك منهج تمشي عليه، عيش الحياة على هذا المنهج. الشيء اللي يتعارض معها لا توافق عليه، فلا تتحول من كونك عزوة لأهلك إلى كونك ظالم. بذكركم برقم الاتصال عشان ناخذ تجاربكم وبنطلع فاصل، لكن الرقم هو 011-268-4488. بخاطرك عن الظلم. من ظلم النفس إن الحياة كبيرة واسعة فيها خيارات لا تعد ولا تحصى، وانت مركز على خيار واحد واقف عنده وما انت قادر تكمل حياتك. هذا من الظلم للنفس يا جماعة. معانا صالح، يا مرحبا يا صالح. احييك اخوي، بس بكل بسبب راجح تعمرك اخوي طلال. انا صالح اول مرة اشارك طلال معكم. طلال يلا كم الحوار عن الظلم؟ طبعا اي نعم، الظلم هو طبعا ما بيجيك من اخ ولا بيجيك من اقرب الناس لك، بيجيك من الاصحاب ومن اللي بتعده ومحبه. تمام. واكبر مشكله لما تعده صاحب واخ وعلم تفضلت عن حاجات كثير عن نفسك، وفجاه لما توقف عليك الدنيا فاكثر حاجه من الاسباب، واول ما تتجه له بعد الله سبحانه تلاقيه اول من يصد عنك هو. هذا اكبر صدمه في طلعت. زين زين، يعطيك العافية صالح. من الظلم انك ما تعرف اسمي يا صالح، هذا اكبر ظلم. اسمي راجح يا اخي، مميز. زين، انا اختلف مع صالح شوي، لان يقول الظلم مستحيل يجيك من الناس القريبة، والتغريدات هنا كثير، وفي ناس لهم تجارب ان يعني تعرضوا للظلم حتى من اهلهم يعني. وهذا مو معناته ان اهلهم صاروا ناس سيئين، هم بشر في النهاية كلهم يخطون. معانا مشاري، يا هلا يا مشاري. مشاري زين، مشاري مو موجود. على طاري الأهل، يقول لك من أنواع الظلم الاجتماعي أن أهلك
أو أهل الشخص يعني يدورون زوجة صالحة لولدهم السيء، ويقولون نزوج عشان يعقل، يعني يغطون عيوبه بزوجة طيبة صالحة عشان يعقل. هذا اسمه ظلم لبنات الناس. صلحوا ولدكم بعدين زوجوه، صح ولا لا؟ لا تقول بزوجة عشان هي تعقله، هي مي بجاية تعقله، هي جاية تعيش حياتها. فمن الصح انك تربي بعدين زوجة. نطلع فاصل، هذا الظلم الثاني قاعد تعرض للجماعة. فاصل وبعد الفاصل بنرجع. قادر على دفعه انك تتواضع للي يهينك، وانك ترغب في مودة من يزهد فيك. يا اخي عز نفسك يا اخي، والله في مثل قديم يقول عز نفسك تجدها، اعط نفسك حقها تحصلها اذا بغيتها. بس انت اذا عودت على الاهانات يوم تجي في الموقف اللي تبغى تظهر فيه ما تقدر تعطيك. معانا ام خالد. يا هلا يا ام خالد. لا هلا بك ام خالد. وش بخاطرك عن الظلم؟ والله انا عندي اقول ظلم الاباء لابنائهم. يعني في ابناء شافوا ظلم من ابنائهم، من ابائهم قصدي. شلون يعني؟ في اباء يظلمون عيالهم يعني بالكلام ويأذونهم، يعني خصوصا اذا كان الاب والام يعني متفرقين يعني ايوه منفصلين يعني. اوكي زين، شكرا ام خالد. طبعا تعقيبا على كلام ام خالد، قاعد تقول ان الاباء ممكن يظلمون عيالهم. تعرفون كيف ممكن يظلمونهم؟ حتى بطريقه ثانيه، يوم يبي ولده او هي تبي بنتها تطلع نفس شخصيتها وتسوي نفس تصرفاتها وتسوي يعني الاشياء اليوميه اللي تسويها نفسها بالضبط، هذا اكبر ظلم. يعني هذا انسان مختلف عنك، صح انه ولدك، صح انه بنتك، بس إنسان ربي أعطاه شخصية مختلفة، أعطاه تفكير مختلف. فأنت أكيد علم على الصح والخطأ، وأنت أكيد علمي على الصح والخطأ، علميها، ولكن لا تخليه يصير كوبي بيست منك، لا يصير نسخة مكررة منك، لأن إنسان منفصل في النهاية عنك، فلازم يعيش حياته زي ما هي. معنا أبو طالب. هلا أبو طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم يا سدراج عيونه. يا سلام، الصراحة تضاجع إذا سمعت صوتك أفتح نفسيا. الله يسعد قلبك يا شيخ. والله العظيم يا سيد راجع، وأكثر إذا سمعت التضاجع رضوة الزاد راحة ما بعدها راحة. طيب تعال تعال، مدام جابك ربي تعال تعال. أنا سويت سيرش عنك يا أبو طالب، قالوا إنك تتصل على كل البرامج وعلى كل المذيعين وتقول لهم أن ارتاح نفسيا اذا شفتك واذا سمعت صوتك. انا ارتاح نفسيا واحبك. الله يسعدك. والله اكيد اني صدر رضا كلمت. لا شكرا، بالعكس هذا شيء حلو انك تحب الكل شيء حلو، بس تراني اصدق انا يوم تقول ارتاح نفسيا خلاص احس الناس كلهم يرتاحون نفسيا اذا سمعوا صوتي. لا والله فعلا والله، بس انا المشكله انا مظلوم عند صدر رضا صراحه، مظلوم. والله شوف، على طاري الظلم يعني خلينا ما نبعد عن موضوعنا. وطالب وش رايك في الظلم انت؟ قد صراحه انت قد ظلمت احد وانت ما تدري، او ظلمته وانت مجبور، او ظلمته بدون قصد؟ اول شيء يا صدر راجح يعني اهنيك على البرنامج هذا، وانت تجيب مواضيع على الجرح فعلا حبيبي. فصراحه يعني انا ما بطول في الكلام، بختصر لك، انا انظلمت ظلم من اعز الناس لي صراحه، ولكن القاها عند الله زي ما قلت. انت اخر كلمه زي عز نفسك تجدها. يا سلام عليك. فعلا عز نفسك، والله عز نفسك فعلا. انا ضحيت وكل ما فيني، ولكن انظلمت في اخر عمري، انا في اخر حياتي. بسم الله عليك من الظلم. على يسعدك يا ابو طالب، شكرا. وياك وسلم لي على استاذ رضوى كثير السلام. شكرا. ملكه الاذاعه هذه صراحه. شكرا يا ملك المتصلين، يعطيك العافيه. يلا فماد الله يا صراجح. يا جماعه الظلم ابشع الصفات، وللاسف كثير من الناس يستسهل بحق الاخرين، بل ان بعضهم يشوف انه ذكاء اني اقدر اظلم الناس واخذ اشياء بالظلم. انا كذا ذكي داهيه. والله ما انت بداهيه ابن حلال. بنطلع فاصل ونرجع لكم. في هاشتاج وش بخاطرك مع راجح 10 تقول جواهر، الظلم حين تبخل بكلمة طيبة فيها جبر خاطر لأحدهم. وفي العبيدي يقول أصعب أنواع الظلم ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها مما تحبه وجعلها تتقيد بما يحبون الناس.
خلوني أعلق على هذا الموضوع اللي هو موضوع أعيش زي ما الناس تعيش. يا أخي أنت الله خلك لحالك، ما خلك مع، يعني ما خلك مع مجموعة بشر بنفس العقل ونفس التفكير ونفس التصرفات ونفس الأشياء اللي تحبونها. لا، لا تظلم نفسك بأنك تجبرها تلبس اللبس اللي تشوف الناس لابسينه بالضبط. لا لا غلط، عيش كما أنت، أعطيها حقها، أعطيها حريتها في حدود اللي ما تتجاوزها. يعني لا تظلم نفسك بأنك تبغاها تصير زي الناس. لا يا رجل، لا يا إيش عكس الرجل، لا يا امرأة، امرأة صح ولا فصحى ذي؟ المهم وصلت الفكرة يا جماعة. بذكركم بالرقم، نستقبل عليه اتصالاتكم على 011-268-4488. ومعانا اتصال، يا مرحبا. يا هلا. هلا بك، من معي طال عمرك؟ أبو شمس معك. يا هلا يا أبو شمس. هلا بك، أمسي عليكم جميعا. حياك يا أبو شمس. الله يحييك أبو شمس. وش رأيك في حقيقة أنا ما أدري منين أبدأ ومنين أعبر، لكن فعلا الإنسان إذا انخدع بالبشر سمونا أنتم أنه ظلم نفسه، ما أدري هو العيب فيه ولا بالناس، لكن أنا ماني قادر أعبر صراحة أنا الظلم اللي أعيشه. يعني قول طال عمرك، البرنامج اسمه شو بخاطرك. قول. أقول ضحيت، أنا ضحيت بشكل عظيم. عظيم كلمة قليلة يعني، ولا وانصدمت بشكل عظيم، ولكن لما توصل لحدود الظلم إنك تعطي حياتك وإحساسك ومالك وكل شيء لأغلى بشر في حياتك وتنصدم فيه، فهذه جريمة، جريمة في حق نفسك صراحة. أنا أحس إن اليوم مو مغفل، لا حتى كلمة مغفل قليلة علي، يعني ما أدري هالمشاعر هالطيبة والإخلاص والتفاني هل هو نقص فيني ولا بالبشر اللي قدامي، ما أدري أبدا مو بنقص فيك طعمرك. أبو شمس، من الظلم أنك تقول لنفسك أنا مغفل لأني كنت طيب. أبدا، الطيب صفة زينة وصفة نبيلة، ولا تجي إلا عند الشخص النبيل. لا أنا ما أتكلم عن الطيب، أنا أقول لك ضحيت، لما أقول لك ضحيت ما هي كلمة عابرة، أنا أعطيت كل ما أملك في حياتي، صحتي، مالي، إحساسي، وش بقي؟ طب وش السبب اللي خلاك تعطي طيبك صح ولا لا؟ قلبي يعني نظيف، يعني قلبك نظيف، لا تقول عنه مغفل. أمدح نفسي، أنا ما أدري أمدح نفسي ولا أقول، لا مو مدح، هذا وصف. لا تقول عن نفسك مغفل لأنك أعطيت، لأن اللي يعطي إنسان نظيف على قولتك وإنسان طيب، فهذه الصفة احنا نبيها ونحتاجها، نحتاجها في حياتنا وفي أحسنت. مجتمعنا. أنا داعي، أنا حقيقة أنا ما أخفي عليك، أنا وصفت الفئة اللي أنا عشت معها فئة مختلفة، يعني أنا دائما لما أذكر الشيء هذا يعني يستغربون بعض الناس أو بعض، لكن الفئة اللي أنا عشت معها، الفئة بالذات أنا وصف يعني كرهت الفئة اللي أنا عيش معها صراحة، يعني الإخلاص اللي أنا أبو شمس أعطيتك هالسنين. أبو شمس إحنا مضطرين نطلع فاصل، بس بقولك حاجة واحدة، الطيب والنظافة والأخلاق والعطاء ما يمتلكها للكبار، فتأكد إن حنا محتاجين في حياتنا ناس مثلك. لا تحكم على الناس كلها بالأشخاص اللي انت قابلتهم، صدقين راح تلقى. بنسمع رابح ونرجع. يا هلا ومسهلا وحياكم الله في نهاية حلقة اليوم اللي ما زلنا نتكلم فيها عن الظلم. معنا اتصال، خلونا ناخذ اتصال وبعد اتصال نكمل سواليفنا معكم. يا هلا يا نايف. يا هلا راجح، أدري مساك. يا هلا، حياك. كيف صحتك حبيبي؟ تمام. أمسي عليك على جميع المستمعين في المملكة وللعالم. يا مرحبا. هلا بك، وحتى حني الشعب البحرين الشقيق على اليوم الوطني، وكل إن شاء الله أعوام مديدة وهم صحة وسلامة، والملك جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة فأتم الصحة والعافية. اللهم آمين حبيبي. أنا صراحة سمعت متصل قبل لحظات أبو شمس، صراحة يعني كلام جدا جدا يعني مؤثر، وأنا صراحة أقول له هذا من طيب دلدل على طيبة القلب اللي فيه. صحيح،
حبيبي سلامك. وبالنسبة للموضوع تبعك اللي هو ذكرني فيه. والله يا نايف هذا هو الظلم بعينه. الحين ساعتين نتكلم وانت اتصلت وقلت المتصلي قبل وفي الأخير في اتصال ثاني. يلا بيمدينا. طيب شكرا نايف الله يعطيك العافية. فيه جمع في هاشتاج وش بخاطرك مع راجح تقول: برفقة العدالة تجتاز العالم وبرفقة الظلم لا تعبر عتبة بيتك. في نهاية اليوم يا جماعة أولا شكرا أكيد لكل الجماعة اللي معنا هنا في الاستوديو. شكرا رضوى. ما في حد قاعد أوهمهم يعني عرفتي. شكرا رضوى وشكرا يوسف. شكرا أحمد اليوم ما جاء تعبان شوي. وشكرا للشباب في سوشيال ميديا. الظلم يا جماعة الله سبحانه وتعالى يسامح ويغفر للعبد على كل شيء إلا إذا ظلم شخص أو أخطأ بحقه. لازم يستسمح منه، لازم يطلبه أن يحله، لأن الله ما رح يغفر لك إلا إذا سمح لك هذا الإنسان. الإنسان اللي أنت ظلمته إذا ما سمح لك الله ما يغفر لك. عارف ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى عادل، فحقه عند هذا الإنسان. إذا ظلمت شخص وأخطيت ونسيت ولا تتذكر اللي ظلمته، تأكد أن الذنب هذا ما راح يغفر لك. فاحرص قد ما تقدر أنك ما تظلم أحد. وإذا تبغى ترتقي درجة، احرص قد ما تقدر ما ترضى الظلم على أحد قدامك. طالما عندك قدرة تقدر أنك تكون وجه خير وتقدر تكون مساعد للناس اللي ينظلمون، فتأكد أن الأبواب راح تفتح لك مع كل مكان أبواب الخير. أحيانا احنا بكلمة واحدة نظلم إنسان، وأحيانا نبهته، وأحيانا نقول في شيء والله ما هو فيه، والله ما هو فيه. أحيانا يا جماعة ممكن تستصغرون موضوع التعليقات والكومنتات، ممكن نقول شيء في إنسان هو ما هو فيه، والله إنه ظلم، والله راح نحاسب على كل كلمة قلناها وكل كلمة كتبناها موجودة. على فكرة الله سبحانه وتعالى يوم خلقنا في ملك على يسارك وملك على يمينك يسجل، صح؟ طيب تتوقع لو أنت دخلت أي برنامج من السوشيال ميديا يعني وكتبت فيه كلام تعليق إن الله ما بيعرفه، يعني عشان البرنامج جديد وبرنامج صيني ما بيعرفه، بيعرف أي كلمة تقولها في أي مكان وأي زمان وأي لحظة ظلمت فيها إنسان، تأكد أن ربي راح يحاسبك عليها. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.